في المثال البسيط ده بيقول لك find the directional derivative للفاي لما تكون الفاي بكده at ومديك نقطة معينة تمام، ومديك اتجاه تمام، مديك الاتجاه اللي بيتحرك فيه بكومبوننت معينة تمام. طب الاتجاه ده متجه الوحدة؟ انا معرفش، هنشوف دلوقتي. انا عند الفاي عبارة عن الكلام ده تمام. بعد كده انا هجيب النابلة فاي عند النقطة ايه دي تمام. طب انا هاخد المعيار للمتجه ده، هتلاقي قيمته ما بتساويش واحد، اذا ده ليس ايه متجه واحدة. امال هعمل ايه؟ اروح اجيب اقول له the unit vector in the direction، متجه الوحدة في نفس الاتجاه ده، في نفس الاتجاه ده، عبارة عن الفيكتور ده على الماجنيتيود بتاعه. هاخد الجذر التربيعي للكلام ده، هلاقي فعلا ان دلوقتي المعيار بكام؟ بواحد. اذا الايه ده متجه ايه؟ وحدة. بعد كده اجيب له directional derivative اللي هو ايه طالبها. يبقى directional derivative للفاي في نفس اتجاه متجه الوحدة اللي هو ده تمام، هيبقى عبارة عن النابلة فاي دوت الايه تمام، دوت متجه الوحدة اللي هو الايه ده. يبقى انا كده جبت له الدايركشنال ديريفاتيف للفاي في اتجاه الايه تمام. انا هعرض لك مثال دلوقتي، بس قبل ما اعرض لك المثال ده حابب ان اقول لك ملاحظات هامة تمام، علشان تفهم المثال بتاع الدايركشنال ديريفاتيف ده تمام. انا قلت لك في فيديو قبل كده النابلة فاي ديت كده على بعضها عبارة عن الفيكتور فيلد. النابلة فاي عبارة عن الفيكتور فيلد. طب يعني ايه فيكتور فيلد؟ كمثال الفيكتور فيلد بنمثل بيه سرعة الفلويد في اتجاه معين تمام. يعني عندي كل نقطة في الفلويد اللي في الحاوية الاتجاه لما يخرج من النقطة ديت، يعني انا عندي نقطة هيت خرج منها اتجاه بالشكل ده تمام، الاتجاه ده لما يخرج من النقطة ديت بيعبر عن فيكتور فيلد تمام. يبقى السهم ده خرج من نقطة بيعبر عن فيكتور فيلد، وهكذا كل النقاط اللي في الفلويد لما تخرج منها بسهم بتعبر عن الفيكتور فيلد اللي هو الايه النابلة فاي تمام. بس كل نقطة بيكون في عندي للمتجه مقدار واتجاه بيختلف عن النقطة، يعني بيكون في عندي للمتجه مقدار واتجاه بيختلف باختلاف النقطة اللي خرج منها او اللي موجود عندها تمام. يعني لو لاحظت هنا فيكتور في النقطة ديت تمام، انا عندي فيكتور هنا في النقطة ديت، وعندي فيكتور هنا وفيكتور هنا تمام، اللي هو فيكتور فيلد تمام. لو لاحظت هتلاقي لاحظ ان الدايركشنال بيتغير بتغير النقطة اللي موجود عندها تمام، ونفس الكلام المقدار برضو بيتغير ليها تمام. ولو لاحظت النقاط دي مختلفة، وهتلاقي طول السهم ده مختلف، يعني هنا الاتجاه مختلف كمقدار واتجاه، وهنا برضو مختلف كمقدار واتجاه. شوف بقى المسألة ديت بتقول ايه. بقول لك ان what direction from the point 2 1 وسالب 1 is the directional derivative الفاي بكذا a maximum. يعني ايه؟ يعني عاوز the directional derivative is a maximum in the directional في اتجاه، يعني عاوز اقصى، يعني معطى هنا نقطة تمام، وعاوز الفيكتور فيلد تمام بتاع النقطة ديت، يعني عاوز سهم مديك نقطة لسهم من ديت، عاوز السهم ده اللي هو كفيكتور فيلد اللي هو النابلة فاي تمام، اللي هو بيعبر عن الماكسيمم هنا، عاوزه ده المطلوب تمام. أول حاجة أنا عند الفاي تمام، هجيب النابلة فاي تمام، وعوض عند النقطة ديت، أبقى أنا كده جبت له الفيكتور إيه فيلد تمام. هتلاحظ هنا the directional derivative is a maximum in the direction النابلة فاي بالايه بالفيكتور ده تمام. لما هو بقى طالب في النقطة التانية عاوز الماجنتيود المقدار للماكسيمم بتاع الدايركشنال ديريفاتيف عند اقصى حد ده تمام، هيبقى عبارة عن الماجنتيود، الماجنتيود للنابلة فاي. يبقى انا كده جبت له الماجنتيود عند اقصى حد تمام.